هنخش في أهم عناوين حلقة النهاردة. الأهلي يختتم استعداداته لنهائي دوري أبطال أفريقيا. يوسف، الأهلي جاهز للتتويج باللقب القاري إن شاء الله. طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محارب لمواجهة الترجي التونسي. مؤتمر صحفي الكارتيرون ومحاضرة بالفيديو للاعبين. كاف يمنح جماهير الأهلي مدرجا في ملعب رودس. السفارة المصرية تنسق مع الأهلي لتأمين الجماهير. رئيس الاتحاد التونسي، حماية الأهلي مقدسة.